هبدأ باللوبيا لأنها نوع من أنواع البقوليات، فيمكن يكون هي بس اللي ليها طريقة شوية مختلفة، وهنعملها معاملة أي بقى حاجة تانية بقوليات، فاصوليا بيضاء أيا كان، للوبيا أو للفاصوليا البيضاء أو أي بقوليات إحنا بنجيبها ناشفة كده من عند السوبر ماركت في أكياس أو من عند العطار أو من عند العلاف بالكيلو سايبة. لازم 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 أنقعها في مية وافضل اغير الميه مرتين ثلاثه اربعه. ليه؟ لان بعد شويه هتلاقوا على وش الميه فقاعات هواء، فقاعات الهواء دي هي الغازات اللي جوه البقوليات اللي بتسبب بعد كده انتفاخات للبطن وبتتعب القولون. فكل ما هنغير الميه وننزل الفقاعات الهواء دي كل ما احسن. نقعناها، انا طبعا عارفين دايما بحب انقع بميه دافيه مش بميه الحنفيه. نقعناها في ميه دافيه، غيرنا المية 4-5 مرات، بدأنا نحس إن ما بقاش فيه فقاعات هوا فوق وإن الحباية نفسها بدأت تفتح، بدأت تكبر شوية. خلاص هرفعها، هرمي المية دي وهحط مية بتغلي على النار ما فيهاش ملح، فيها نقطة كمون، وأغلي اللوبيا لحد ما يبقى ده شكلها 3/4 سوا، لا نص ولا سوا كامل، 3/4 سوا. يعني بصوا أهي لسه ماسكة نفسها 3/4 سوا. ابتدي بقى اشوف هنعملها ازاي، وهذا يسري على الفاصوليا البيضة برضو. طيب عندي هنا حلة مسخناها قوي اهو، وعندي سباتيلا، زبدة، سمنة، زيت اللي انتوا عايزينه، مرقة او مية للتسوية، سمنة او زيت، ملح وفلفل، ثوم متقطع شرايح، عصير طماطم، معجون طماطم اللي هي الصلصة يعني، شوية طماطم مبشورة فريش، وشوية سكر. هاخد السمنة، أنا الأكل المصري ده بحب أستخدم فيه سمنة صراحة. هاخد السمنة وهاخد نص شرايح الثوم، هاخد معاهم ملح وفلفل، مش هغير بقى ايه، مش هغمق التوم قوي، اول ما اشم ريحته كده جوه السمنه هقوم منزله صلصه الطماطم او الطماطم البيوري يعني، معجون الطماطم، الطماطم دي احنا ممكن نبشرها ونرمي القشره او نضربها في الخلاط ونصفيها اللي يريحكم، مش عايزين بس القشره عشان بتبقى يعني مش مريحه في الاكل بعد كده صراحه. معلقه السكر والشوربه او الميه اللي يريحكم. يبقى حطينا ملح وفلفل، ثوم شرايح، سمنه، سكر، طماطم فريش، صلصة طماطم، شوربة. وبعدين أقوم منزلة الفاصوليا أو اللوبيا اللي هي في ناس بتقول عليها فاصوليا إيه؟ ب ب بالعين بعين سودا صح؟ بيسموها كده؟ بيسموها كده؟ لا اسمها لوبيا بقى، اسمها لوبيا، ما اسمهاش فاصوليا بعين سودا. مش عارفة إيه اللي حصل، حادثة. اسمها لوبيا. وايه الفاصوليا بعين سودا؟ اسمها لوبيا. اوكي وادي اللوبيا، انا بعشق اللوبيا دي بصراحه اهو، بحبها قوي. هسيبها الاول تاخد غلوتين، واذا حسيت انها محتاجه شويه من عصير الطماطم هحط لها عندي، ما احتاجتش خلاص اللوبيا خلصت، مفيش اسهل من كده اهو. يا شيماء ازيك؟ ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. امور يا شيماء؟ عايزه اعرف طريقه البيتزا. عينيا حاضر. بصوا للي متابع من الاول، اللوبيا اهي بدات بصوا تعلى ازاي، يعني بدات المنسوب بتاع الميه بتاعها يبقى اقل من الاول. ليه؟ لان هي بدات تتشرب الميه وتكبر تنفش شويه اهو، خليكم تابعينها معانا.
وهنا عندي كام شريحه ثوم، دول هحطهم في الاخر في اخر غلوه عشان يبقى طعمه فريش، فده لسه معانا. اوكي، بعد كده عندي رز ابيض، رز مصري مغسول كويس جدا لحد ما الميه بتاعته تبقى شفافه تماما، وبعدين ميه سخنه وانقعه فيها لمده نص ساعه مثلا، نقول نص ساعه. اوكي، يبقى يتغسل كويس جدا، يوصل لان الميه تبقى شفافه، وبعدين ننقعه في ميه سخنه لمده نص ساعه. بعد كده بقيه المقادير عندي شويه سمنه، ملح وفلفل، مستكه وحبهان، وشويه شوربه. اوكي، انا بس احنا اتكلمنا كتير قوي عن الرز ده وعملناه مع بعض مره قبل كده، بس في ناس كتير سالتنا عليه وقالت لنا احنا مش عارفين التفاصيل بتاعه الموضوع، لان في كتير جدا جربوه وعجبهم وبيبعتوا على الفيسبوك يقولوا ان هم جربوه وعجبهم، فالناس بدات تسال عليه، فانا قلت فرصه انها حلقه بدايات فتبقى فرصه ان احنا نعمله مع بعض مره كمان. هنا معلقه سمنه، انا بحط دايما مع معلقه السمنه بتاعه الرز معلقه زيت. ليه؟ اولا بيديله لمعه حلوه جدا، ثانيا بيخلي الحبوب كلها تكون منفصله عن بعضها كده ومفلفله ورائعه. فاهو ادي معلقه سمنه على معلقه الايه الزيت، ولازم معاهم وقبل ما يسخنوا المستكه والحبهان عشان يبتدوا يسخنوا معاهم ويبتدوا يطلعوا طعمهم جواهم. هنعمل النهارده الرز باسهل طريقه ممكنه عشان البنات اللي لسه بتبدا، وادي الملح لكل كوبايه من الرز معلقه ممسوحه من الملح صغيره. يا مريم. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا الحمد لله. عطلتك قوي. تسلمي لي يا مريم. اموري، عايز اسالي على ايه يا مريومه؟ طريقه البيت. عينيا. بصوا يا جماعه، معلقه ممسوحه من الملح لكل كوبايه رز، معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت للكوبايتين، يعني للكوبايه الواحده نص معلقه سمنه ونص معلقه زيت، معلقه ممسوحه من الملح، واحده مستكه وواحده حبهان. نيجي لمقدار الميه بقى والشوربه، كوبايه من السائل السخن لكل كوبايه من الرز. انا عندي هنا كوبايتين، هحط كوبايه ميه وكوبايه شوربه. اوكي، ودايما لازم يبقى فيه ميه، سواء هسوي بكريمه بلبن بشوربه باي حاجه لازم يبقى فيه ميه، لان هي اللي هتساعد الرز انه يستوي مظبوط وانه ما يبقاش من جوه بيقرش. احنا هنا ماشيين كويس جدا جدا، وهسيبها بقى ايه تتسبك براحتها، ننزل لها بقى التوم الفريش ونسيبها مع نفسها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط هنا كوبايه ميه سخنه، عايره بنفس الكوبايه اللي عايرته بيها الرز، كوبايه شوربه، وهسيبهم يغلوا. هنا نفكر عشان لو في حد ما حضرناش، احنا حطينا لكل كوبايه من الرز المصري المغسول والمنقوع وصفيناه، حطينا نص معلقه من السمنه، نص معلقه من الزيت، معلقه ممسوحه صغيره من الملح، كوبايه نصها شوربه ونصها ميه سخنه، واحده مستكه وواحده حبهان. احنا ضاعفنا الكميات دي كلها لان عندنا 2 كوبايتين من الرز. اهو غلينا الميه مع السمنه مع الحبهان والمستكه والملح مع الشوربه كله مع بعضه، بعد ما شوحنا المستكه والحبهان في الزيت والسمنه الاول، غلينا الكلام ده مع بعضه، وبعدين اهو سقطنا كده الرز وهنسيبه غلوه على نار عاليه جدا من غير غطا، على نفس النار بالغطا غلوه كمان، وبعدين انقل على نار هاديه واوطي واغطي واسيبه تلت ساعه لحد ما يستوي. اوكي، ادي هو اخد اول غلوه، وادي تاني غلوه بالغطا، وبعدين هننقل بقى ونهدي النار ونسيبه يكمل سواه مع نفسه خالص.